رعت سمو الأميرة دينا مرعد مؤتمر الطبيبة العربية الأول تحت عنوان الطبيبة الأردنية وقاية وقيادة وتحديات، بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وشخصيات رسمية وإعلامية وبمشاركة أطباء وطبيبات من الأردن ومن الدول العربية بمختلف التخصصات. ويأتي هذا المؤتمر ليعزز دور المرأة الطبيبة ويبرز مكانتها في المواقع القيادية الطبية. وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة ميسم عكروش أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في الوطن العربي، وقد حقق بانعقاده في الأردن نتائج واضحة للعيان من خلال توحيده للخبرات العربية. شكراً لحضوركم لتغطية هذا الحدث العربي المميز الأول من نوعه في العالم العربي، وهو تجمع طبيبات كافة الدول العربية في الأردن عمان على أرض العزم. حقيقة هو المؤتمر الثاني للطبيبة الأردنية، ورأينا أن نتوسع علماً بأن زميلاتنا من العالم العربي أعجبنا بالفكرة، حيث أننا العام كنا أيضاً السباقون ببدء مؤتمر للطبيبة الأردنية، وكان نجاحه باهر وكان النتائج واضحة للعيان والزملاء شاركونا أيضاً الأطباء. فالسنة رأينا بأن نوحد الهمم العربية والخبرات العربية كما عودنا الأردن بأنه يجمع العرب دائماً، فالقلوب قطعت الحدود وتوحدت على أرض العزم لنكون معاً ونسمى إلى أن تكون بإذن الله تأسيس رابطة الطبيبة العربية ولأول مرة في العالم العربي. وفي تصريح خصت به نورسات قالت الأميرة دينا استطعنا من خلال هذا المؤتمر إشراك الطبيبات الأردنيات الشابات بتجارب زميلاتهن السابقات وتعريفهن كيف يصبحن قائدات في القطاع الطبي. وأضافت سموها قائلة هذا الإشي نقدر نلهم الطبيبات الشابات إنه يشوفوا إيش زميلاتهم السابقات كيف شقوا الطريق لإلهم، وبدنا نساعدهم وبدنا نخليهم نلهمهم إن هم بيقدروا يصيروا قائدات في القطاع الطبي. ما بيصير إنه 70% من النساء هم العاملين بالقطاع الطبي بكل العالم، ولا يجوز إنه بس 25% من هاي حتى أقل إنه هم في بيقعدوا على طاولة صناع القرار. وطبعاً هذا الإشي مش بس إشي أردني أو إشي عربي، هذا الموضوع إشي عالمي، والإشي إنه إحنا ما بدنا نخسر هاي المواهب وهاي الكفاءات وهاي المهارات من نسائنا المميزين، إنه ما يكونوا إلهم ممثلين وإنه يقدروا يعطونا وجهة نظرهم بكيف فينا نحسن القطاع الصحي. فأنا سعيدة جدا وبشكر دكتورة ميسم عكروش مرة تانية وجميع القائمين على هذا المؤتمر، لأنه هذا إشي كتير مهم، وإن شاء الله من نقدر نحفز كل المؤسسات إنه يبلشوا يشتغلوا على إنه يدعموا النساء ويحفزوهم إنه يوصلوا للمناصب القيادية، لأنه هذا مهم لإلنا جميعا. الحقيقة مؤتمرنا اليوم في الانتركونتيننتال برعاية الأميرة دينا مرعد الله يطول بعمرها، وعبارة عن مؤتمر الطبيبة العربية الأول والطبيبة الأردنية الثاني. وطلعت الفكرة لما السنة الماضية عملنا مؤتمر الطبيبة العربية الأول الطبيب الأردني الأول، وكان كتير متميز ولقي صدى كبير حتى في الدول العربية. فزميلاتنا اللي منلاقيهم في المؤتمرات كلياتها برا البلد تواصلنا معاهم، وطلعت الفكرة مع الدكتورة ميسم إنه بدنا نعمل مؤتمر للطبيبات العربية الأول ونطلق من خلاله رابطة الطبيبة العربية اللي حيكون نواته من الأردن. فتواصلنا وجمعنا من كل التخصصات طبيبات من أشهر الطبيبات متميزات في تخصصات مختلفة من كل الدول العربية تقريبا، بالإضافة لمعنا ضيوف من تركيا ومعنا من إيطاليا ومعنا من الولايات المتحدة. صراحة أنا كتير سعيدة بوجودي هون ومشاركتي وفخورة كمان، لأنه كتير مهم يصير في مؤتمر للمرأة العربية الطبيبة العربية يعني نصب الضوء على إنجازات المرأة في حقل الطب
وعلى كل الدول العربية، وفرصة دايما فرصة حلوة انه بنرجع نتعرف على بعض، بنتعرف على طبيبات من دول مختلفة من الوطن العربي، بنعمل علاقات معهم. انا حبيت كتير التنظيم، واضح في جهد حطيته اللجنة المنظمة لإنجاح المؤتمر، كان في شغل كتير عملوه بالتواصل معنا لترتيب كل الأمور، كل شيء على مستوى عالمي مثل أي مؤتمر عالمي بنحضره، وإن شاء الله على استمرار موفقين بجهودهم، وإن شاء الله بتتكرر السنة الجاية.